وكان للجولة الفنية لقاء مع المخرج الكبير مجدي أحمد عالية على بمناسبة تكريمه. كلمناه عن التكريم وعرفنا كمان منه أخباره الجديدة. أكتر سعادة ممكن تيجي لأي مبدع في رأيي هي جائزة الجمهور. أنا جربت الحكاية دي في أكتر من مهرجان، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية خدنا جائزة جمهور برضو في مينيسوتا، وفي أغلب المهرجانات أنا ببقى سعيد بيها وبعتز بيها، لأن هي مش خاضعة لحسابات ومش خاضعة لأذواق تكون خاصة، مش خاضعة حتى للمنافسة التقليدية، يعني ده رأي الناس. الفيلم قبليها كمان حقق جماهيرية عالية جدا في السوق المصري، وده عمل لي درجة من السعادة يمكن أول مرة تحصل لي، لأنه كان دايما الأفلام اللي ليها طبع فني بتشكو من أنه الجمهور مش مقبل عليها، فده مصدر سعادة هائلة بالنسبة لي. أرجو أن أنا أفضل محافظ عليها، يعني أعمل أفلام يحبوها النقاد، لكن الأهم أن يحبها الناس. بحضر لفيلم اسمه الدنيا أجمل من الجنة، وبحضر لمسلسل بليغ ربنا سهل أقدر أعمله السنة دي إن شاء الله.